تقوم أعمال المسح الميداني لمشروع نظم المعلومات الجغرافية على تتبع مسارات كيبلات الضغط المنخفض المغذية لجميع قسائم المستهلكين ورفع إحداثيات مساراتها بالأجهزة المخصصة، بالإضافة إلى تحديد مصدر التغذية بالتيار الكهربائي للقسائم. هذا الجهاز جهاز تحديد اليونت، اليونت اللي هو رقم الكيبل المغذي لقسيمة المستهلك. الجهاز هذا يبث نبض وإشارة في كل كيبل، نبض مخصص يتم استقباله بالجهة الثانية عند المستهلكين. العملية تتضمن تركيب الأجهزة المخصصة على صندوق القاطع داخل القسائم بهدف تحديث وتجهيز البيانات المطلوبة لفرق الطوارئ، بما يمكنها من سرعة إصلاح الأعطال أو انقطاع التيار بالقسائم السكنية. يعني عندما يذهب الموظف أو يذهبون الفنيين إلى المنازل لأخذ البيانات المنازل، نجد من يمنع دخول الموظف إلى المنزل، علما أن معه هوية وزارة ومعه كتاب من الوزارة بأن عنده لديه أعمال جاي اس، فنواجه مشاكل منهم، وهذه تحدث تأخير في إنجاز المشروع. مفيد للمواطن لأنه يقلل فترات انقطاع، ولما يتعاون معنا المواطن وناخذ النقاط الفنية أو المعلومات الفنية اللي موجودة في نقاط التغذية في البيوت راح يساعدنا أن نقلل فترات انقطاع في حال حدوثها عن البيوت. العملية التي تشاهدونها في هذا المنزل مثال على عملية المسح الميداني التي تنفذ وفق نظام الجي اي اس. احنا حاليا قاعد نفحص الكتاب عشان نبين من وين ماخذ الكيبل من المحطة، والحين هذا ويتينج ناطرين بس القراءة تطلع لنا. استقبلنا الإشارة، طلع المكان كيبل رقم 6 UDS. المسح الميداني لمشروع نظم المعلومات الجغرافية انطلق منذ ما يقارب الشهر، مع العلم أن كل منطقة تحتاج أشهرا من الإنجاز وفقا لعدد القسائم فيها. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.